السلام عليكم سيدتي أوانسي سادتي، رمضان كريم لكل الصائمين. أقول لكن ولكم جميعا اللهم يتقبل منكم ومنا الصيام والقيام يا رب العالمين. ها هو لقاؤكم اليوم في هذا الشهر الفضيل، موعدكم مع برنامج اقرأ. على عجالة نتكلموا على حياتنا اليومية ونربط سؤالنا بواقعنا اليومي وواقع الإنسانية جمعاء وليس المسلمين فقط. موضوعنا اليوم الحياة، من هنا من عروس الزبان بسكرة الأبية. كما ذكرت منذ لحظة، موضوع اليوم في برنامجكم برنامج اقرأ في هذا الشهر الفضيل، عنوان الحلقة نتاعنا اليوم الحياة. يقولوا على الناس كي تشوف واحد من مجرد حتى لو ما تعرفوش تقولوا سبحان الله العظيم هذا الإنسان هذا حي، يحشم، يستحي، يقادر. في باش قبل ما نطرحوا السؤال على الحياة هذا نتكلموا شوية على الحياة. أستاذنا السلام عليكم، تفضل الميكروفون. كي اسمك الله؟ الأستاذ قسمية أسامة أنور. الأستاذ قسمية محمد أنور. أسامة أنور. وأنت نور على نور، الله يبارك. أنت بسكري؟ نعم. اللهم صل على النبي الحبيب. شو سبحان ربي العظيم، وكنت أتحدث عن الحياة، انظروا ها ها يعجز اللسان عن وصف هذه الصورة هذه. هذا باين ما شاء الله حي. أستاذنا تقدر تقولنا على موضوع الحياة في ديننا، خاصة في ديننا وفي كيقول ديننا معنا حتى في تربيتنا حتى في معاملتنا اليومية؟ والله يقولوا أن الحياة يعني حاجة مميزة تمثل يعني هي روح سلوك بالفعل، يعني وهي تاج يعني تاج الأخلاق. الإنسان في خلال يعني معاملاته اليومية ينصدم يعني أنه يكون في مواقف بحيث أنه الحياة يلجمه، يعني ما يخليش أنه يروح للوثيقة ولا يروح لإبرام التصرف بطريقة يعني رسمية. معنى هذا نقصها ألم يابل، معنى قبل ما تروح الطريقة الودية المساءلة. نعم، لأنه يعني بعض المناطق ولا بعض يعني بعض التصرفات اليومية يشوف أنه الإنسان اخر حاجه يروح لها هي الحاجه الرسميه. اي نعم. بالتالي يقول انه نبرم هذيك الحاجه وديا، نبرمها يعني بطريقه يعني بسيطه، علاش نروحوا للحاجه الرسميه ولا لا. ويكون بذلك الحياه يعني هو الفيصل، هو الفيصل في هذا الحل، هو الحل في هذا الامر، وهو الشيء هو البوصله في هذيك المعامله اليوميه. بارك الله فيك، يعني الله يرضى عليك، الله يسلمك. شكرا يا حيي، يا حيي. اقعد هنا ما تروحش يا استاذ حاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ بخير الله يسلمك. رمضان كريم. الله يسلمك. كل سنه وانت بخير. طلع شويه الميكرو. انتم بخير. كسمك الله صديقي. اسماعيل. سي اسماعيل، سي اسماعيل، وش رايك في الموضوع هذا اللي رانا راح بصدد طرح سؤال عليه، موضوع الحياه؟ الحياة نستنجوها من ديننا الإسلامي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي. أي نعم، أي نعم، هو الذي علمنا الحياة. هو حي، وهو حي، وهو حي، ونحن نقتدي به ما في ذلك شك. عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. ما نش عارف إذا كان مجرد إشاعات ولا رسمية ولا آخره، لكن أنا عجبتني واحد نقوله معلومة أنه المشرع نتاعنا اللي هو المجلس الوطني الشعبي بأمر من رئيس الجمهورية، حتى كلامنا اليومي راه الإنسان لما يقول كلام بذيء، حتى موجود في دول أخرى، بمجرد ما تلفظ بكلمات بذيئة يلقى عليك القبض ويدوك الأمن الحضاري ويسمعوك وتولي في مشاكل. أنت سامحني، انت كاستاذ ما رايك في هذا المشروع نتاع قانون؟ مليح، هو مشروع مليح، يعني اضطر المشرع
لما شاف الواقع يعني حاب يحتكم ولا انه يسير الواقع ويفرض هذا القانون أيه. رغم انه يعني هذا راهي من يعني من مكارم اخلاقنا ولا من عدابنا يعني مش بشرط حتى ان المشرع الجزائري يحط قانون أيه. باش الناس تمتثل نعم باش يضبط هذا الامر أيه. الا انه سير الواقع ولقى انه لازمته يكون قانون باش يضبط به الحياه العامه والاخلاق صح. والاداب العامه نتاع الطريق. لا احيانا الواحد يمشي مع العائله نتاعو ولا بناته ولا زوجته ولا الوالده نتاعو يسمعوا اكرمكم الله اشياء اللي يحشم ويلقى ساعات وكنت تحل الارض ويخش في وسطها الحاجه. روح بحذايا الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم. مرحبا بك سي جلال في عرس الزيبان. يعيشك يبارك فيك. راني في بلدي والله يعني. الموضوع يعني شيق. أيه. احنا في العادات تاعنا انا من الجيل القديم الجيل الذهبي. رانا انا وياك من الجيل الذهبي. ايوه. احنا في الاحوال القديمه تاعنا في الساحات القديمه دائما وابدا كي واحد يقول حاجه نقول له استحي على عرضك. صحيح. يعني تربى. أيه. لانه الحياه شعبه من شعب الايمان. بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شعب الإيمان 73 شعبة أينا. ومن بينها أولها الحياة وأولها إماطة الأذى من الطريق وأخرها الحياة. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حي. الله الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حي وكان يقول أحيا من الفتاة في من جمال. أيوة. يعني من الحياة تاعو من الحشمة تاعو يقول لك هذاك. وإحنا الكبار تاعنا أيوة. رباونا على الحياة. إحنا نقولوا له الحشمة ولا الحياة. صح. هذا في المنطقة تاعنا. يعني في اي حاجه حتى تحل الباب تاع الباب تاع الدار أيه؟ تهبط راسك استحياء من جارك. بالفعل. تعيط تبغى تخدم في الدار تعيط تقول للطريق استحياء من جارك. بالفعل. كي تدخل للمسجد تستحي من المسجد. احنا دوك عندنا مثلا مؤسس المسجد ولا المدرسه ولا نعم. الشارع نعم اللي نورمالمون نعطوا فيه المثال ونكونوا كما قال الشيخ قرانا نمشي. نعم. وبالنسبه للاستاذ الفاضل المحامي بالتشريع والقضيه انا استحسنت القضيه أيوة لانه المجتمع تاعنا صراحه الكريم الكلام البذاء من قله الحياه. نحن بحاجه الى الحياه كركيزه باش نترباو. وشكرا سي جلال الله بيك. الله يرضى عليك يبارك فيك. اقعد اقعد حذايا. اروح شباب اروح حذايا اروح حذايا. تفضل تفضل حذايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا طيب؟ بخير الحمد لله. بسكري. مرحبا بكم. مرحبا. اسمك الله. عقبة شريح. ما رأيك في هذا الموضوع هذا يا؟ الحياء خلق أساسي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. الحياء أيوة. خلق خلق الإسلام خلق الدين تاعنا. أي نعم. أنا أعجب لما سمعت الأخ الكريم يقول لك العصر الجيل الذهبي ولا الجيل الذهبي ولكن ما كناش ماديا ما كناش موسوعين الحال كما اليوم. واليوم لما توسعت زاد العمران زاد التكنولوجيا زادت الفلوس الى اخره وراحت البال والجامعات والكليات راهي تخرج الله يبارك ولينا رجعنا الى الوراء. هذا اللي ماهوش داخل في الشرف. انا عم تفضل. كان الترف المالي وكان الترف الفكري في الامم. اي نعم. الانسان كي تروح منه الاخلاق. أي نعم. والمجتمع اي مجتمع دوك المجتمعات الغربيه في تفكك. اي صح. وحنا نورمالمون دوكا يعني اصلا لنا دور ريادي وحضاري في قياده البشريه. يا ريت يا ريت يا ريت. ولكن نلتزموا بالاخلاق. نعم. نلتزموا واولها الحياه. سؤالي الان يا جماعه الخير انا ديما نقول ما تجيش بيديا فارغين. هذه هي كعبه لويز. لازم سؤال لازم الإجابة على واحد السؤال بسيط وسهل جدا. السؤال يقول شكون اللي قرأ لي الحديث اللي ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء؟ أي تفضل يا شباب روحنا. أنا على بالك عندي كما يقول الانسبكتور طهار أو درت حل لونكيت أو ذكالوا لي باللي أنت منشد. صحيح. صحيح. اللهم صل على النبي الحبيب. الله يسلمك. أعطيني كش 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 حاجة نجم تقولها. رمضان تجلى وابتسم. الله أكبر. رمضان تجلى وابتسم. طوبى للعبد إذا اغتنم. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي.
والله لكون مش شويه لكون مش تعس فيه المديره نتاعي نعطيك حبه الويز وتروح. الله يبارك فيك. اي والله العظيم ما شاء الله. ها يعطيني الحديث. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثانيا مرحبا بكم في ولايه بسكرة ولايه المضيافه. الله يكرمك. اهلا ونزلتم سهلا. الله يكرمك انت والفريق تاعك. الله يكرمك ما شاء الله موفقين. امين. على ما اظن الحديث يقول الايمان 73 شعبة. الإيمان إيه؟ بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. أولها شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأدناها إماطة الأذى على الطريق. عن الطريق. وأوسطها الحياء. الحياء هو شعبة من شعب الإيمان. ما نقول لك خلطها. المنشد راح قاعد لها خمم منها وعاود رجع. هو تفضل صديقي ويستاهل. صديقك هاي تفضل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام إيه؟ الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة. بضع وسبعون شعبة. أو بضع. أو بضع وستون شعبة. صحيح. أفضلها لا إله إلا الله. أيوة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من شعبة من الإيمان. من الإيمان. شوف انت حتى لو كان بالسيف بالسيف ولكن مبروك عليك ولدي قناة الشروق. مع كل احترامها وتقديرها لأهل للمنطقة بسكرة وانت مثلت الشباب البسكري أحسن تمثيل. أنا راح نقول إلى اللقاء في العادة نقول إلى اللقاء نقول السلام عليكم وانت راح تزيد لنا حويجة مش منشودة غير حويجة فقط على رمضان. كنتم مع جلال في عروس الزيبان بسكرة. أنا سأختفي أنا الماضي وهذا هو الحاضر. رمضان كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة. قم للعبادة تلقى السعادة وتلقى فيه الخير. رمضان كريم رمضان كريم. السلام عليكم.